لو عملنا كده تقييم شامل واحنا خلاص بنقفل كتاب الدوري للموسم الحالي، تقييم شامل للموسم ده بعد ما استؤنف النشاط مرة تانية كابتن فتحي، تحب تقول ايه؟ احب اقول ان الدوري خلاص اصبح تاريخ، تاريخ ان بمعنى الدرع اصبح في مكانه محجوزه له في النادي الاهلي في الدولاب الكبير اللي مفروض ان شاء الله يكبر ويبقى متحف كبير وننساه ونشوف ما هو قادم. ما هو قادم بطوله افريقيا ثم كاس مصر ان شاء الله ثم كاس عالم انديه ان شاء الله باذن الله لو وفقنا فيها. ده اللي احنا مفروض بنفكر فيه دلوقتي، وده عنوان لكن له حاجات كتيره على اساس انها تتنفذ. يعني عايزه برامج وعايزه خطط وعايزه تنظيم وعايزه رعايه اداريه فنيه، كل الحاجات دي منظومه كامله عشان نحقق اهداف اللي هي موجوده، سواء كاس افريقيا بطوله افريقيا او كاس مصر او ان احنا ان شاء الله نوصل بامر الله لكاس العالم بعد بطوله افريقيا.